نفذت وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجا شمال البحر المتوسط، وذلك أثناء رحلة عودة الوحدات البحرية عقب انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة 3، والذي تم تنفيذه بنطاق المياه الإقليمية لجمهورية روسيا الاتحادية. ونفذت الوحدات عددا من الأنشطة شملت تمرين تشكيلات الإبحار وتمرين مواصلات وعددا من الأنشطة التدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط وتحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطولين المصري واليوناني، وبما يتفق مع القواعد الدولية المعمول بها في أعالي البحار. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية. بعد التحية لك سيادة اللواء، إذن وحدات من القوات البحرية المصرية واليونانية ينفذون تدريبا بحريا عابرا بنطاق بحر إيجا عقب طبعا انتهاء فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك جسر الصداقة. نبدأ بهذه التدريبات المصرية اليونانية، كيف رأيتها؟ أولا مساء الخير أستاذ شادي على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. هو طبعا في إطار ما تقوم به القوات البحرية من أنشطة مختلفة من التدريبات المشتركة مع القوات مع العناصر والقوات والدول الصديقة الموجودة كانت في روسيا وتنفذ جسر الصداقة وفي طريق العودة إليها لتعود إلى أرض الوطن بتمر في بحر الإيجا وفي المياه اليونانية. فأجرت هذا التدريب العادي الكبير المشترك مع القوات البحرية اليونانية، كل ده بيساهم الحقيقة وبيؤكد الإسهام في تبادل الخبرات المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة، خاصة مع الجانب اليوناني الذي تربطنا به علاقات عامة جدا في هذه المرحلة، وبتشهد العلاقات السياسية مرحلة متقدمة جدا بين الجانبين. بالإضافة إن هذا التدريب بيتم بما يتفق مع قواعد القانون الدولي وفي أعماق بما يتفق برضه مع القواعد المتبعة عند العمل في أعماق البحار. نعم، في أعالي البحار، وأيضا يعني هي أنشطة كبيرة، يعني تمرين تشكيلات الإبحار، تمرين مواصلات، أنشطة تدريبية لتعزيز إجراءات الأمن البحري في البحر المتوسط، تحقيق التوافق في أداء المهام القتالية للأسطول المصري واليوناني، هي تدريبات كبيرة الحجم. بالتأكيد بتبقى تدريبات كبيرة وبتؤدي مهام يمكن أن تنفذ مستقبلا كلا الجانبين أن يقوموا بعملها، فيتم هنا أعمال التنسيق والتعاون المسبق والتدريب المشترك بما يحقق تفاهم ويبقى بيشكل أرضية قوية جدا عند تنفيذ أي مهام مشتركة بين كلا الأسطولين المصري واليوناني، وخاصة في مياه البحر المتوسط وفي المنطقة التي في الشمال حيث لنا أهدافا اقتصادية موجودة داخل المياه الاقتصادية حتى والتي بيصل عمقها أو مداها حتى 200 ميل بحري. هنا بيبقى التدريب الحقيقة أهم جدا، وخاصة احنا بنستفيد من هذه العناصر أثناء عودتها إلى أرض الوطن، فيبقى هنا اشتركت في تدريبين مشتركين، التدريبين المشتركين في مع قوات بحرية عظمى زي القوات الروسية القوات البحرية في روسيا وفي منطقة البحر الأسود وعبورها لمضايق وممرات مائية ضيقة، ثم بعد ذلك بتأتي إلى منطقة بحر إيجا وتتعاون مع القوات اليونانية. يبقى هنا عندنا أكثر من مدرسة وأكثر من فكر وأكثر من أسلوب، وكل هذا يدل على شيء بيدل على تخطيط وتنسيق وتعاون مسبق لتنفيذ مثل هذه التدريبات المشتركة مع قوى عظمى زي القوى الروسية أو مع الأشقاء أو الأصدقاء في اليونان. شكرا جزيلا لك اللواء محمد زكي الألفي المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية.